قسم المخبوزات زي عندنا الباتيه والكرواسون شبه عندنا بالظبط في مصر، بس بقى ايه فرق طبعا الدولار وكده، دي ب 11 دولار 99. دي عندنا في مصر بيعملها حلو قوي 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 العبد في وسط البلد في مصر في القاهرة، انا بحبها منه. دي زي ما احنا شايفين دي هي بتعمل 10 دولار. طبعا العيش الفينو بمختلف بقى مختلف اشكاله والباتيه ده بيعمل 6 دولار، الاثنين بيعملوا 6 دولار سخن. الميزة هنا كل حاجة تاخدها في العيش 3/4 سخنة لانه بتقعدش. دي ب6 دولار برضو، دي ب8 دولار الاثنين، دي ب6 دولار. الكرواسو بيعمل 6 دولار. دي مغلفة، حاجات مغلفة مش تصنيع مهمل، دي تصنيع شركات بتعمل 6 دولار 29. نيجي لقسم التورتات، التورتات ما عندهمش فن زي عندنا قوي، يعني تورتات عادية بس طعمها حلو، تشبه للتورتات بتاعتنا، تشبه لها بس عندنا احسن. طبعا ب15.99 كانت دايت ب12.99 من فترة. دي بقى عندهم دي ممتازة، عندهم كانت ب15 من شهر بقت ب17.99. كل حاجة بتغلى، كل حاجة بتزيد. دي ممتازة برضو عندهم، انا دقتها قبل كده برضو، غلت 4 دولار. كل لما تيجي كل فترة تيجي تلاقي كل حاجة غليت، مفيش حاجة بتقعد على حالها. انا بحبها فهجيب واحدة. مفيش حاجة بتقعد على حالها. الأسعار زي ما احنا شايفين هنا سوبر ماركت كبير، بس في قسم زي ما احنا شايفين للكتب والقصص والمستلزمات المكتبية، من اجندات لكراسات لأقلام. زي ما احنا شايفين هنا قصص وكتب للأطفال، زي ما احنا شايفين للأطفال، قصص للأطفال. ألعاب للأطفال بقى وحاجات البحر. هنا بقى الديري اللي هي بقى الألبان، عايز لبن هنجيب لبن. اللبن بيعمل 4 دولار جالون، زي ما انتوا شايفين الجالون بيعمل 4 دولار و15 سنت. في ألبان تانية بتعمل 3 دولار 49. ال
في انواع بقى البان كتيره يعني، مش 3.49 هولي ميلك بيعمل 12.49 طبعا. الاسعار بقى البيض بقى 10.49، 7.49، 11.99، 4.99. احنا نجيب واحد من دوت اهو، انا جاي مخصوص عشان اللبن والبيض والجبنات، لان انا عندي نقص في التلاجة في الجبنات والبيض واللبن، ما عنديش. عايز اجيب طماطم. هنخش بقى قسم الخضروات. انا شفت حاجة دلوقتي، بص السمك دوت شبه النياس، مش عارف ده ايه ده، بس هجربه يعني، هجربه مع انه غالي يعني $25، بس هاخده اجربه. $25 عامل زي المياس كده عندنا. دي قسم العصاير، العصاير ب$11، 2 باكج، هنا ب$7، هنا ب$7، برتقال، ده تفاح بيعمل $11.99، دي عصير الأطفال، دي مية جوز الهند، أورجانيك بتعمل $17، زي ما احنا شايفين دي بتعرض منتج من منتجات نذوق كده نشوف ايه دي. زي ما احنا شايفين مش عارف ايه دي، نذوقها. فوارة بتعمل الباكج بيعمل $18.99، دي برضو المية بالكوكونات بتعمل $10.99، المناديل المطبخ اي حاجة تتخيلها انت عايزها في البيت هتلاقيها هنا، كل حاجة هتلاقيها هنا. مناديل ورقية بتعمل $10، اطباق الشوكولاتة ميكس
تويكس وام ام وريزز، كل ده بيعمل 14. الباكج بيعمل $14.99 الباكج. طبعا انا اسناني بايظه، فالواحد بيخف من الحلويات خالص. من الخضروات بقى نشوفه بقى اللي انا محتاجه بقى، الخضروات والفواكه. ده الذرة بتعمل $4.39، عيش الغراب بيعمل $6، ده نوع تاني بيعمل $3.89، ده الخاص بيعمل $4.49، دوت خاص نوع تاني صغير كده بيعمل $6.49. دي خضرة $6.99. ده عامل زي الجرجير، سبانخ سبانخ ماكس. خضروات بقى بأشكال وألوان، بأشكال وألوان. هما طبعا بيهتموا زي ما انتوا شايفين، هي بتقرا وبتشوف مركزين قوي في الموضوع. الخضروات ديت طبعا عكسينا خالص كعرب، عكسينا خالص. البروكلي بيعمل $6، الكوسة كوسة كبيرة بتعمل $7.49. اي حاجة خضرة، اي حاجة خضرة غالية، عامل زي الاسماك كده، زي الاسماك واللحوم. اي حاجه خضراء في امريكا غاليه مش رخيصه، اي حاجه صحيه غاليه. طبعا العنب، العنب الاحمر $6، وفي العنب الاسود بيعمل منه، في منه $4.79. نقطع لهم فاكهه ياخدها ياكلها، يفطر بيها، يتغدى بيها. الفراوله، الفراولة $6، ده برضو سمك فيليه دوت البولتي، ده البولتي مقطعينه، فانا طبعا هجيبه. انا السمك الاسماك بجيبها لان احنا طبعا احنا كمسلمين ما وعرب ما بناكلش اي سمك تاني، ما بناكلش اي لحمه ولا فراخ من الحاجات دي. اسعار الميكروويف دوت باناسونيك ب $149، ده توستر ب $189، توستر برضو ب $149، $149. $149، $89 بتاعت التوست، $49 مكنة القهوة، $179 قهوة مثلجة بقى على قهوة عادية، $149 براد ازاز $39. برضو الحزيمة التيمبرلاند بتعمل $16، طبعا اصلي زي ما انتوا شايفين حزيمة التيمبرلاند. في البنطلون ده البانس ب كيلفن كلاين، كيلفن كلاين بيعمل $16، اتنين $16. في
طبعا البوكسرات البوكسرات ده ايه ده؟ ده بنطلون حريمي، ده حريمي بقى، حريمي بيعمل 16 دولار. ده تيشيرتات حمالات حريمي بتعمل 17 دولار، وفي 15 دولار، وفي 21 دولار. احنا دلوقتي خلصت جوه السوبر ماركت نفسه، طلعت بره اهوت بالكاشير، طلعت بره دلوقتي هنا هجيب بيتزا تشيز. زي ما نشوف الاسعار هجيبها وارجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين احنا خلصنا، جبت شويه حاجات كده عملت 250 دولار. ادي الحاجات اللي ب 250 دولار. الحياة صعبة 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 في أمريكا، المصروف عالي جدا. خلصنا خلاص، خلصت هنروح بقى على البيت وأوريك الفاتورة بقى كام بالظبط، أكتر من 250 دولار. يا ريت الفيديو يكون عجبكم، وبوريكم نبذة عن الحياة في أمريكا، وعن أسعار الأكل. أنا وريتكم عن أسعار الإلكترونيات، عن أسعار كل حاجة. ياريت تدعمونا بلايك وسبسكرايب، ورب نكون ضيوف خفاف عليكم. أتمنى لكم التوفيق كل من يشاهدني. السلام عليكم.